بس احنا نسينا الواد جابر والواد ممس. هو القطر بيرقص كده ليه؟ هو في حد موجود هنا؟ ايوه يعني احنا هنساعدك ازاي؟ وايه تاج النغاره ده؟ وانتوا اللي هتساعدوني. مين يا اخويا؟ دول تلات ابواب من بوابات الزمن. هنعمل ايه في الورطه دي؟ احنا هنختار الباب المستاني. احنا فين؟ ايه المكان ده؟ ايه المكان ده؟ ده كله اشجار، مكان يخوف قوي. يا رب يكون مكان قريب ونلاقي التاج ونرجع بسرعة يا رب. بعد كل اللي قاله يا شموخ ما ظنش الموضوع مش بالبساطة دي. ايه ده؟ هاو يا شباب خلي بالكم. انت مين؟ ايه ده؟ الحقوا ده بيقرب مننا. الحقونا. من انتم ومن اي زمن جئتم؟ احنا من زمن حديث، في اختراعات كتيرة، في انترنت وذكاء اصطناعي وحدوتة كبيرة خالص. عرفتكم، انتم من زمن العجائب والمصائب. مصائب؟ هو في مصيبة اكثر من احنا فيها دي؟ ممكن نعرف انت مين؟ انا العملاق زعبرون ابن ديدمون. زعبر ايه؟ اسمي زعبرون، ما تخافوش انا هساعدكم. صحيح؟ طيب احنا عاوزين نروح المغارة. اي مغارة؟ المغارة اللي فيها التاج. قصدكم عاوزين تروحوا مغارة الماس الأحمر؟ عاوزين المغارة اللي جواها التاج. أيوة هي مغارة الماس الأحمر، بس التاج ده متنازع عليه من قبائل الجن، وكمان على باب الغار فيه حارسة شريرة اسمها. اوعى تقولي إنها العجوزة أم منقار. زعبرون وأم منقار، إيه الأسماء الغريبة دي؟ يا لهوي يعلحنا فيه. يا جماعة أنا جعان، حد يشوف لي ورك فرخة. طيب ممكن توصلنا للجن شخلول؟ شخلول إيه بس؟ اسمه شخشوخ. إيه؟ شخشوخ؟ إيه الأرض ده؟ بس اسمه الجن بخلوش، هو بيظهر بالليل في وسط الغابة عند أكبر وأضخم شجرة في الغابة. أنا مقدرش أدخل الغابة دي، الغابة دي محرمة عليا، بس ممكن أوصلكم هناك عند أرض الأعجاز. أرض الأعجاز أرض كبيرة فيها أشجار مقطوعة من قديم الزمان، بعدها على طول هتلاقوا غابة مدهوش. بس خلي بالكم في الليل ممنوع تقطفوا أي فاكهة من أشجار الغابة. ده إحنا أكيد هنكون جوعنا وأكيد هنوصل بالليل. للأسف هي دي قوانين الغابة. بس لغاية هنا ومش هقدر أكمل معاكم. طيب هنعمل ايه لو احتجنا لك؟ أنا هنا موجود في نفس المكان، هتلاقوني جنب بوابة الزمن، بس خلي بالكم البوابة تختفي بعد 3 أيام. طب يلا بقى أنا حاسس إني جعان. لازم تنهوا مهمتكم أوام وترجعوا في نفس المكان قبل الأوان بأوان، وإلا هتضلوا الطريق وتتوهوا في أضابير الزمان. مع السلامة. طب يلا بقى أنا حاسس إني جعان. جعان جعان جعان، إيه أنت معدة متحركة يا ابني؟ ممكن تصبر شوية مش وقته. يوه لسه هصبر تاني، ده أنا بطني وجعاني قوي. يلا يا جماعة
مفيش وقت الكلام ده، عاوزين ندخل الغابة قبل الليل، يمكن نقدر ناكل أي فاكهة من على أشجارها. فين بقى الجني بخلوش اللي قال عليه زعبرون؟ أكيد هيظهر، هيروح فين يعني؟ أنا قلقان قوي وأنا ضعان قوي. يوه يخرب بيت جوعك. أنا السيد بخلوش، كبير غابة مدهوش، من أنتم؟ استنونا الحلقة الجاية عشان تعرفوا إيه اللي حصل. أوعى تنسوا اللايك والسبسكرايب عشان الحلقات الجاية توصل لكم.